نيو تشابتر اللي هو تشابتر 3 الترتيب تبعه في الماتيريال تبعتنا اللي هي حقيقة after we already know اللي هو الداتا موديلينج والليفلز تبعونهم والسكيما ليفلز واخذنا اللي هو معظم يعني التيرمينولوجي والكونسبتس الان اصبحت يعني واضحه بالنسبه لنا. we start our اللي هو start working in building a system or a database system. اوكي طبعا building a database system we need to go to اللي هم من خلال الديزاين فيزز او الديزاين ستيبس او فيز. ليش بنسميها فيز؟ واتس ديفرنس بين فيز اند ستيب؟ الفيز يعني الستيب هي جاست وان اكشن، بينما الفيز هي مجموعه من الاكشنز يو هاف تو بيرفورم بيفور يو ريلي اكشوالي امبلمنت اور ديد اور دو يور اس اور امبلمنت يور داتابيز. اوكي رايحين we will go through the design phases اللي هي phase 1 وال 2 وال 3 and 4 then we will constrain على ال phase 2 اللي هي conceptual design اللي هي باستخدام اللي هي ال entity relationship ER model. okay and this is the most important thing في اللي هي relational database. يعني the most important thing is to come up with a conceptual design. yes بس معلش في سؤال نسيت اسألك اياه. النوع نوع الداتا موديل اللي هي الفيزيكال اللي اخذناها هسه هي بس نقدر نحن نعبر عنها انه هي بس انه هي عدد الداتا الموجوده في السيستم. نو الفيزيكال الفيزيكال اللي هي الفيزيكال يعني هي انكلودينج الستورج الفيزيكال ستورج يعني فيزيكلي على الكمبيوتر ايش السايز تبع الستورج تبعك ايش هي الديفيجن تبع الفايل كيف تقسم الفايل الداتابيز لفايلز وين بتخزن الميتا داتا في الكتالوج في الداتا ديكشنري وين بتخزن الداتا في سيبريت فايلز ولا في نفس الفايل. يعني هي الفيزيكال ارينجمنت يعني داخليا داخل السيستم هذه بتكون اندر المانجمنت للداتابيز مانجمنت سيستم. يعني انت يوجوالي يعني الداتابيز ديزاينر ويل نوت جو ثرو ذس. يعني انت مجرد ما تعمل انستول يعني هو حقيقة نحن بنعمل انستوليشن لداتابيز مانجمنت سيستم كوميرشال داتابيز مانجمنت سيستم اللي هو ايش بيكون اوراكل او بيكون فور اكزامبل ماي اسمه ماي اس كيو ال او بيكون اسمه فور اكزامبل الاكسس. هذول كلهم عبارة عن داتابيز. هذول كلهم لما تعملهم انستوليشن على السيستم تبعك بياخذوا ايش اللي هو فيزيكال ستورج خاص فيهم عشان يخزنوا الداتا. فالمقصود في الفيزيكال اللي هم الفايل والستورج وطريقه التخزين البايتس اللي بدنا نحطهم في الفايلز واسمائهم وهي الاشياء. اوكي هذول حقيقه يعني ما بيكونوا اندر اور كنترول يعني هذول بيكونوا اندر ذا كنترول اوف ذا داتابيز مانجمنت سيستم. فمجرد ما تعمل انستوليشن لاي داتابيز مانجمنت سيستم اوتوماتيكلي هو بيعمل ايش ارينجمنت معينه لهذه ايش الفايلز هذول. وكل ما تعمل كرييت لداتابيز برضه بيخزنهم بطريقه في فايلز طبعا هي ايش كل لكل كل نوع من هذول الكوميرشال داتابيس سيستمز له ايش طريقه خاصه في الحيز والسعه والانسو يعني كل هاي الاشياء. طبعا هاي كليات الامور تكون يعني زي ما حكيت سابقا اللي هو managed arranged created by اللي هو السوفت وير تبع الداتابيس مانجمنت سيستم اتسلف. اوكي فاحنا يعني حقيقه وي دونت جو تو ذس ليفل. طيب continue اللي هو ال entity relationship اللي راح نركز عليه اللي هو conceptual design. وحقيقة هذا هو أكثر يعني شيء ممكن إنك يعني تفكر إنك تشتغل فيه لأنه هو حقيقة هو مجرد ما خلصنا conceptual you can easily إنك تعمل اللي هو ال implementation تبع الداتابيز. لاحظ إنه هذا بيكون في a lot of things يعني ال entity types ال objects اللي بتخزنهم ال attributes تبعونهم ال keys اللي بياخذوا لنا ال values ال relationship between ال entity types ال degree of relationships ال cardinality ratio ال participation كل هاي الأشياء كل القيود هذه اللي بستخدمها في ال database هي اللي later on تعطي ال ability which operation you can do اللي هو on this database. فمين بيحدد اللي هو حقيقة الـ entity relationship. فإذا ما عملت relation بين entity والتانية حقيقة يعني ما بتقدر إنك تعمل some operation.
هو يعني it's very important, يعني the most important, طبعا كل important, but the conceptual design هو اللي بيعطيك حقيقة ال final design أو اللي هو real system database system اللي راح تعمله. اوكي, راح ناخذ هاي الاشياء, يعني راح ناخذ اللي هي some terminology, ايش الويك انتيتي فور اكزامبل, وراح ناخذ اكزامبل على الداتابيز ابلكيشن اللي نسميها الكمباني. اوكي, خلينا اليوم يعني بس ناخذ انتدكشن عن الداتابيز ديزاين اللي هي المرحله الاولى. دائما طبعا الداتابيز ديزاين او الديزاين فيزز للداتابيز بتضمن الفيز 1 اللي هي طبعا requirement collection and analysis. okay, you can't, يعني ما تقدر انت, you can't just sit down on your computer and think and make a database system. حقيقة you have to collect requirements, لازم يكون في collection requirements و analyzing the business rules للسيستم اللي انت ايش راح تعمل له implementation في الداتابيز. فاذا how to collect these requirements اللي هم متطلبات السيستم, من وين بدنا نجيبهم؟ حقيقة الـ easier way انك ايش بدك تسوي, انك تعمل انترفيو مع كل الـ database user. يعني you need to go and make interview. ايش يعني interview؟ to meet people who will use this database system. طبعا why you need to do that؟ لانك انت حقيقة يعني maybe you don't have the knowledge. يعني ما احكي لك اعمل من الداتابيز لا يونيفرسيتي او لا اللي هو لا بانك لا بانك او لا مول او لا وات ايفر. يعني انت ما بتعرف ايش الاشياء اللي هم البيزنس رولز, ايش الاشياء اللي وي نيد تو ستور ات, ايش الاوبريشنز اللي بدنا نعملها على هاي الداتا. حقيقه حتى نحصل على هذا الحكي وي هاف تو جو تو ذا يوزرز اند توك تو ذيم اند يو ويل جو تو ذا امبلويز. فور اكزامبل انت بتعمل داتابيز لسيستم لبنك, يو نيد تو جو تو ذا بنك, لازم to meet اللي هو for example المانجر. ايش المانجر اللي بده اياه؟ for example المانجر want to see the best customers اللي عندهم deposit, اكبر deposit, بده يشوف الامبلويز تبعونه في اي departments بيشتغلوا, بده يشوف حركات الكاستمرز الاخيره, بده يشوف اللي هو البالانس, بده يشوف اللي هو كل البالانسز, بده يشوف ايش المتوفر, ايش الديبوزيت, قديش مجموع الكريدتس المعطيين. كل واحد فيه له ايش, كل يوزر فيه له requirements خاصة فيه. اوكي, عشان هيك بتروح على المانجر تشوف requirements تبعته, ايش الداتا اللي بده اياها, ايش الاوبريشنز او الفانكشنز اللي بده اياها. بتروح على الامبلويي بيقول لك انا اي نيد, طبعا الامبلويين مختلفين, في عندك المحاسب, في عندك الكاشير, في عندك الكريدت اوفيسر. فبتروح على كل واحد فيهم بتشوف كل ايش, كل اللي هي الداتا اللي بده يشوفها في الداتابيز, وايش هي الاوبريشنز اللي هو مطلوب منه انه يعملها على هذه الداتا. اوكي, عشان هيك هاي بسميها ايش, ريكويرمنتس للسيستم. يعني هي ريكويرمنتس مش بس ليوزر واحد, لكل اليوزر تبعون السيستم. طيب مش بس هذول, كمان الكاستمر. طب ايش الكاستمر بده يشوف؟ بده يشوف البالانس تبعه, بده احيانا ممكن يعمل ايش, اونلاين اونلاين ويدرو, اونلاين كريدت, اونلاين موفمنت على اللي هو على الكريدت او الاكاونت تبعه. يعني كل واحد في عنده, يعني كل سواء كانوا كل اليوزر تبعون الداتابيز, each of them has data need to know, معلومات information and operations, يعني اشياء بحاجه انه ايش يعملها. بقول لك انا بدي اشوف, بدي اغير, بدي اعمل check ل 1 month behind or whatever. فكل هذول ايش نسميهم, اللي هي اليوزرز ريكويرمنتس اند فانكشنال ريكويرمنتس. اليوزر ريكويرمنتس اللي هي ايش الداتا اللي موجوده, وايش الفانكشنز او الاوبريشنز اللي احنا رايحين اللي هو بده يعملها على الداتا. طبعا هذا كله ما بيكون ايش, هذا شود بي ايش دوكيومنتد, يعني كله لازم نحطه ايش دوكيومنتد. وهذا حقيقه مين اللي بيعمله, اللي هو الداتابيز اناليست انالايزر او تيم اوف انالايزرز اللي بيجمعوا ريكويرمنتس. كل يوزر ايش هي الريكويرمنتس تبعونه, ايش اللي الاشياء اللي بده اياها بالضبط الانفورميشن, وايش الفانكشنال ريكويرمنتس, ايش الاوبريشنز اللي بده يعملها على هذا ايش على هاي الداتابيز. فاذا في النتيجه النهائيه بنحصل على ايش اسمه اليوزر ديفايند اوبريشنز او ترانزاكشنز بنسميهم, اللي هم ايش الاشياء اللي بده يعملها على هاي الانفورميشن او الداتا اللي بدك تخزنها انت في الداتابيز. اوكي,
فإذا إيش حقيقة this يعني most of the time إيش بيكون retrieval وال updates، إيش يعني كل واحد مسموح له يعمل ال update to which part of data، وإيش هي retrieval تبعت ال data. هاي requirements أحيانا نسميها في ال database ال terminology اللي هي business rules للسيستم تبعك. يعني you can't build a database system إلا لما تروح أنت وتشوف ال business rules تبعته. أوكي، طب إذا كان مول for example بدك تروح على هذا المول وتشوف كيف يتعامل اونلاين والدليفري وكيف الكاستمر ايش لازم الفانكشنز اللي بده يعملها انه يضيف للكارت وات ايفر. اذا هذه كل الاشياء هذه الاوبريشنز والانفورميشن اللي مخزنها لازم نجمعها من الريال لايف سيستم. يعني وي كانت جاست سيت ان اور اوفيسز اند ثينك اباوت ات، وي هاف تو جو اند توك تو ذا يوزرز اللي نسميهم اللي هم اللي نسميهم الاند يوزرز والمانجرز والكلاينت وكل واحد اني اكتر في الداتابيز لازم نروح نشوف ايش الاوبريشنز والانفورميشن او ريكويرمنتس اللي بده اياها. اوكي، فهي زي ما انتم شايفين يعني عمليه الديزاين عمليه الاناليسيس والريكويرمنت كوليكشن اتس نوت ان ايزي بروسيس، طبعا اتس بيج بروسيس. عشان هيك يعني دائما تكون يعني من خلال تيم مش من خلال وان بيرسون. اوكي ريكويرمنت كوليكشن جمعنا كل الانفورميشن كل الاوبريشنز لكل ايش يوزر، طبعا مش كل يوزر كل انسان يعني كل شخص كل ايش كل اللي هو تايب اوف يوزر. يعني في عندك تايب اوف يوزر امبلوي، تايب اوف يوزر اللي هو مانجر، تايب اوف يوزر اللي هو كاستمر، تايب اوف يوزر يعني كل تايب ايش هم الريكويرمنتس تبعهم وايش الفانكشنال ريكويرمنتس تبعهم. اوكي، فاذا this all should be documented، لازم يكون ايش documented عشان نعمل له passing لمين، عشان نعمل conceptual design dependent على كل الانفورميشن اللي عملنا لها collection. اوكي، يعني مرحله الconceptual design طبعا هذا لا يعني انه الفيز 1 مفصول عن الفيز 2، ممكن نفس التيم اللي بيشتغل في الفيز 1 هو اللي يشتغل في الفيز 2 اللي هي الconceptual design، والتيم هذا اللي هو انت يعني انت الطالب اللي الان تدرس هذا المساق هي مهمتك انت انه before you start your database you need to go وتروح تعمل requirements collection and analysis، بعدين you start اللي هو ايش عمليه اللي هو conceptual design. اوكي، طبعا هون بنجمع كل الانفورميشن والاوبريشنز لكل يوزر تايب، بعدين بنجي بنبلش نعمل building للconceptual design. طيب الconceptual design تتعلق في ايش؟ طبعا الconceptual schema، يتذكروا الconceptual schema اللي هي description of the database في الhigh level، يعني مش في الphysical level اللي حكى زميلكم قبل شوي. اذا في اللي هو الhigh level اللي can be understood by اللي هو more than مش بس اللي هو خلينا نحكي الـ professional users او programmers، can be understood by different users. okay by using the high level conceptual data model اللي اخذناه في اللي هو في المحاضره الماضيه اللي هو بيحدد ايش هذا. طبعا conceptual schema اللي هو entity types، احنا بنسميه entity types بس بعد شوي راح يصير اسمه relations حسب الليفل تبع الموديل، او بنسميه tables ايش الاشياء الرئيسيه اللي راح تشكل database تبعتنا. اوكي، انت رحت على بنك مباشرة مجرد ما رحت على المانجر بيقول لك كلاينت، معناته هذا الكلاينت او الكاستمر ايش؟ هذا انتيتي تايب. مجرد ما حكى لك امبلوي معناته هذا الامبلوي تايب. مجرد ما حكى لك فكل اللي هم الناونز احيانا الاسماء يعني بتكون هي الانتيتي تايب بنسميها الانتيتي تايب. اوكي؟ الكاستمر، الاكونت، احنا نحكي بالتفصيل عن الانتيتي تايب ايش المقصود فيها. والاهم من الانتيتي تايب ايش الريليشن شيبس بينهم. ليش مهم relationship؟ لأنه who did this thing؟ يعني مين who opened this account؟ أي employee؟ فهذا هاي relationship. who has this account؟ مين اللي عمل drop لهذا المبلغ؟ هذه كلها relationship بين إيش entity ties بين account والcustomer والemployee and all these things. عشان هيك لازم يكون في عندي إيش تعريف مش بس entity types اللي هي إيش لا relations، لازم نعبر عنها في conceptual design. وين بنجيبها؟ بنجيبها طبعا من الريكويرمنتس اللي جمعناها، واللي بتكون طبعا ايش منظمه ومفهومه بحيث انه الكونسبشوال ديزاين او الديزاينر في هاي المرحله يكون فهمان كل شيء ويكون عارف يحدد ايزلي الانتيتي تايبس وايزلي يعمل ريليشن شيبس بتوين ذم. اند ذا كونسترينتس، الكونسترينتس
constraints is very important. Constraints, for example, okay, أنا في عندي customers, طب كيف بدي أميز كل customer عن الثاني؟ How to recognize each customer from another one؟ لازم يكون في unique key لكل customer. لازم يكون في unique key لكل key. And for example, this is a very popular constraint. إنه كل entity type, سواء كان account, سواء كان customer, سواء كان employee, لازم يكون في له ايش كي بيميزه عن التالي. اساس انه ايش اذا بنشوف كل each اللي هو each entity type to retrieve it easily ونشوف ايش هي الاوبريشنز اللي عملتها easy وحتى ايش نعرف ايش نميز بين هذول اللي هم الانتيتي set اللي بنسميهم. اوكي هذا for example الكل كي لكل entity اللي ايش بنسميه هذا constraint لازم يكون في لها كل واحده is key. For each must has a key. طيب إيش كمان في عندي constraints؟ تقدر تحط a lot of constraints. في عندي for example اللي هي referential integrity constraints. طبعا هاد تتعلق في relationship. إنه كيف نعبر عن relationship؟ هي نسميها referential integrity constraints. راح نأخذها إيش بتفصيل later. فإذا في هاي المرحلة conceptual design we decide the entity type في database. We decide the relationships between these entity types. We have constraints على هذولا the entities or هاي relationship. Okay. Because we didn't go to the implementation detail yet. يعني بيكون في عندي flexibility. يعني if you can, yes, easier. يعني بيكون مفهوم إيش اللي بدك تعمله أنت في الداتابيز. فبيكون إيش is very because easier to understand. And used to communicate with no technical users. يعني yes, for example, okay, when you have this design, conceptual design, أو خليني أسمي اللي هو entity relationship, ER, اللي هو كيف راح تكون الداتابيز موجودة أو implemented. هذا بيكون مفهوم زي ما حكينا في المحاضرة الماضية, بيكون مفهوم مش بس من البروغرامرز, يعني أي واحد بتطلع بفهم إيش كيف السيستم راح يشتغل. عشان هيك نقدر نحن نعمل إيش, نعمل communicate أو نوصل هذا ال الconceptual design للنون تكنيكال يوزرز, يعني مش بس البروجرامرز اللي هم اليوزرز نفسهم. يعني بروح على الامبلويز بنحكي له اوكي انا راح اعمل سيستم conceptual بهاي الطريقه, انه انت راح تعمل this operations 1 2 3 4 5, انه هاي الداتا انفورميشن يو ويل جيت المانجر تبع المانجر يو ويل دو 1 2 3 4 مثل هذا السيستم. فاذا في الconceptual design بيكون اندرستود من الطرفين, من البروجرامر وبكون اندرستود من مين, من اللي هو اليوزرز تبع هذا السيستم. اذا في هذا الكونسبتوال بنعمل ايش, يعني بنحدد الكونسبتوال هي الاشياء اللي بدنا نحطها في الداتابيس اللي سميناها اللي هي طبعا ايش الكونسبتوال سكيما او الهاي ليفل الكونسبتوال سكيما. اوكي طبعا it's used reference to ensure that all users data requirements are met. اوكي يعني هذا حقيقة أنت لما تعمل conceptual design وتروح تعمل communicate لليوزرز للمانجرز للامبلويز للشخص أو البيرسون اللي بده إياك تعمل هذا السيستم, تكون هاي agreement إنه okay I will do the system, هاي conceptual, is it okay with you? Yes okay. فإذا هذا إيش إنه خلص أنا عملت كل requirements اللي أنت طلبتها مني. okay all are met. بحكي لك لا لسه والله انا بدي شغله more one operation or هاي الاوبريشن فيش لها داعي او هاي الداتا فيش لها داعي او whatever. اذا هو الكونسبتوال فليكسيبيليتي, يعني فليكسيبل قابل للنقاش بين اللي هو البروجرامر وبين ايش الكلاينت اللي بيطلب منك تعمل هذا السيستم. فانت قبل ما تبلش في الامبلمنتيشن او في اللوجيكال مابينج او whatever في الداتا مابينج, ايش لازم انه تاخذ موافقه ايش كل اليوزرز انه this is the system they want, this is the operations exactly they want to do. okay okay after that we go to اللي هي next phase. طبعا الconceptual design احنا ما وقفنا, يعني راح نتوسع فيها بعد شوي, راح نشوف كيف نعمل الانتيتي تايز والريليشنشيبز والكونسترينتس كلها راح نعملها ايش, نشوف كيف راح نعملها بالتفصيل. بس حقيقة احنا بعد ما نخلص conceptual design ايش الاهمية تبعته, ان كل الانفورميشن موجودين فيه, relationships موجودين فيه, constraints موجودين فيه, is understood by مش بس البروجرامرز, by the clients or users of this system,
هذا بيكون ريفرنس انه ايش كل الريكويرمنتس ار ميت في هذا السيستم اللي انت راح تعمل امبلمنتيشن، وانه ما بيكون في عندك كومبلكس. ايش مقصود بالكومبلكس؟ كومبلكس ما بيكون في تضارب بينك في السيستم اللي بتعمله وبين اللي بده اياه اللي هو الكلاينت تبعك. اوكي احيانا يعني هذا خلص اوكي اي ويل دو 1 2 3 4 5 اوكي، الكلاينت تبعك اللي بده هذا السيستم يحكي لك اوكي ذس وات اي نيد، فمعناته ما في كونفليكت انك تعمل السيستم يحكي لك لا انا مش هذا اللي بدي اياه فور اكزامبل. اوكي الشغله الثانيه انه حقيقه لما تحدد الانتيتي تايبز والريليشن شيبس وهذه، فبيكون اسهل لك انك تعمل تريسنج لاي ايرور او كونفليكت بين ايش بين اللي هم بين الانتيتي تايبز والريليشن شيبس والكونسترينتس اللي راح يحددوا اللي هو العلاقه بين كل انتيتي تايب والثاني. الريزلت راح تكون ايش في هاي الفيز اللي هو conceptual schema in high level model. ايش يعني high level model؟ يعني لسه ما اشتغلنا في البروجرامينج، واحنا لسه بنشتغل ايش رسومات واشياء in English or in our own language، فهي بتكون ايش very high level. راح ناخذها بالتفصيل later. الفيز 3 اللي هي logical design. اوكي when you go when you finish this conceptual design you almost done. حقيقة بيضل في نعمل إشي اسمه مابينج، وراح ناخذ المابينج بالتفصيل كيف نعمل المابينج من conceptual design إلى implementational design. أوكي فبنبلش نعمل إيش actual implementation للداتابيز. طبعا كيف نعمل actual implementation للداتابيز؟ لازم يكون في عندي installed إيش هو commercial database management system. حكينا فينا أضطف examples على اللي هو database management systems، و والأوراكل هي أكبر إكزامبل عليهم. الآن بنبلش نعمل ترانسفورميشن من الكونسبتوال سكيما اللي هي هذه entity types relationships constraints، نعملهم إيش من conceptual schema من high level data model into implementation data model. يعني إيش we start creating ال schema أو description في ال database management system. طبعا while using the commercial database management system، commercial database management system يعني for your knowledge ممكن يكون local على system تبعك، يعني يكون في عندك servers لهذا database management system، احيانا ممكن يكون cloud database management system. يعني الان موجود في عندك cloud وفيها database management system Oracle، تقدر تخزن whatever you want او storing whatever you want in the cloud. اوكي okay؟ طيب الآن بنبلش نعمل كرييت لهذه السكيما داخل الـ Database Management System، وهي إيش المرحلة إيش سميناها اللي هي عملية الـ Implementational أو Implementation of the Data Model. أوكي طبعا هذا راح نيجي هذا كيف بنعمله عن طريق إشي اسمه Data اللي هو الـ Data Model Mapping، اللي هو Mapping Between اللي هي الـ Conceptual Design والـ Implementation، وراح ناخذ شابتر منفصل في هذا الموضوع to explain how to do that. اوكي الان the result بعد هذه الفيز اللي هي logical design او المابينج، راح يكون في عندي database schema in the implementation data model of database management system. بمعنى اخر the database schema has been created using the data definition language. طيب السكيما كرييتد ايش بتكون الانستانس؟ طبعا تذكر المحاضره الماضيه خلنا في اسمه السكيما والانستانس. الانستانس تكون ايش امتي ستيت، او الانستانس تكون فاضيه مثل انفورميشن ايش ما عملت لها ايش انسرت. فبتكون يعني عمليه الكرييشن لما نعمل كرييشن للوجيكال ديزاين تكون ايش فاضيه الداتابيز، وي هاف نو ريكوردز، فبتكون الامتي ستيت. في هاي الحاله يو ستارت أو the user start اللي هو عملية inserting للداتا و updating للداتا and working with the database system اللي انت عملت له develop. يعني physical design again، يعني physical design اللي هو بيكون under طبعا under control لل database management system programs directly. حقيقة يعني انت ما بتكون يعني usually designer ما بيكون في له ايش ما بيكون في له اكسس على الانترنال ستورج لمين لا اللي هي الفايلز تبعت الداتابيز. انت بتشتغل يعني كاز ديزاينر لعند فيز 3 اوتوماتيكلي الداتابيز مانجمنت سيستم بروجرامز والمانج اللي هو الانترنال ستورج ستراكشرز الاكسس باث الفايل اورجانيزيشن بيكون ايش سبيسيفايد اوتوماتيكلي باي داتابيز مانجمنت سيستم. هل هذا يعني انه وي هاف نو كنترول اون ذم؟
طبعا هو الكنترول الاساسي الديفولت بيكون على الداتابيز مانجمنت سيستم، بس حقيقه يو كان الاكسس باث فور اكزامبل تقدر تحط انت اندكس على اي شيء بدك اياه تو اللي هو سبيد السيرشنج. فاحيانا يعني يو كان اكسس الفيزيكال ديزاين، بس طبعا ايش الريستريكشنز بيحددها الداتابيز مانجمنت سيستم. اوكي طيب الفيزيكال ديزاين اذا وي دونت نيد تو وري اباوت ات. الفيزيكال ديزاين هو اوتوماتيكلي بيكون ايش امبلمنتد باي اللي هو الداتابيز مانجمنت سيستم. اوكي اوكي اذا ايش الصوره العامه الان صارت عندي في عمليه اللي هي الداتابيز ديزاين؟ صارت الصوره كالتالي، انه انت الميني وورد، طبعا ايش اهتمت ميني وورد ونحن ايش اللي هو الجزء اللي بدنا نعمل له امبلمنت داخل الداتابيز مانجمنت سيستم. فانت ما بتروح على كل الوريات، يعني بتروح على شركه، بتروح على كمباني، بتروح على بنك، تروح على يونيفرستي وبتعملها امبلمنت داخل الداتابيز. وحتى البنك يعني تاخذ المعلومات اللي ايش اللي بتهم اللي رايحين نشتغل عليها، ومش كل شيء يعني مش كل شيء موجود في البنك رايحين ايش نخزنه في الداتابيز. فعشان هيك بنسميه الميني وورد، يعني هو بارت اوف ذا وورد او ايش شيء مصغر من الوورد بتعمل له ايش اللي هو امبلمنت في الداتابيز. اوكي الداتابيز سيستم اوراكل، يعني مش كل داتابيز، يعني انت عندك اوراكل ممكن تعمل فيها اكثر من داتابيز، ممكن تعمل فيها بانكينج داتابيز، ممكن تعمل فيها ديفرنت ا لوت اوف داتابيزز ان ذا سيم ايش داتابيز مانجمنت سيستم. طيب كيف يكونوا الفيزز؟ زي ما حكينا قبل شوي، ذا فيرست فيز ويل بي اللي هي ريكويرمنت كولكشن اند اناليسيس، وهذا بيكون عن طريق ايش زي ما انتم شايفين انه هو عن طريق الانترفيو. يعني بدك تروح تعمل انترفيو مع مش بس وان بيرسون، بدك تعمل انترفيو مع كل اليوزرز تبعون الداتابيز. اوكي اند يو كولكت انفورميشن، طبعا هذا الانلايزر تبعنا طبعا ايش از نوت رايتنج، بس هو المفروض انه ايش بيعمل رايتنج ريكويرمنتس لهذا اليوزر اللي قاعد بحكي. فيو هاف تو رايت اللي هم ريكويرمنت والفانكشنز اند اذر اند اذر اند اذر to collect all requirements and functional requirements. الآن بيجي دور اللي هما designers to نعمل conceptual schema اللي هي conceptual design اللي هي بيكون شكله بهاي الطريقة usually في اللي هي relational commercial databases اللي هي زي Oracle أو whatever Access أو أي database بدك إياها. راح يكون عندي هذا هو الconceptual design بهذه الطريقة. Okay. How to design this conceptual design هذا later in the chapter يعني راح نرجع له إيش كمان شوي. لأن طلع راح يكون في عندي هنا زي ما أنتم شايفين اللي هي الentity لكل المستطيلات هذه rectangles عبارة عن entity types، كل ال diamonds هذول relationship، هذول إيش الأرقام نسميهم cardinality ratio بين the relationship، how many employees working in how many departments، ممكن مسموح للامبلوي one department more departments whatever. هذا كله بنسميه constraints، ايش الكيز تبع كل entity type، كل هذا ايش بنسميه conceptual design. في اللحظة اللي بنخلص فيها conceptual design we go to the ايش اللي هي logical design اللي هي عملية المابينج. كله مربوط ببعضه حقيقة، هو كله مش مربوط ببعض، يعني هاي صورة توضيحية بس هو حقيقة مربوط ببعض. yes of course، يعني هاي الانفورميشن بناء على الـ على الـ requirement. يعني ما بتقدر تعمل هذا الـ ER diagram إلا إذا أنت كان في عندك documented requirement. الآن حتى تعمل create أو mapping لهذا الـ ER لازم يكون هذا الـ ER جاهز، ويكون إيش ما في أي violation لأي constraint، ويكون كل relations أي relations يعني موجودة بين الـ entity type is monitored من الـ database requirement. ففي الحالة هذه إيش؟ لأن هاي المرحلة إيش؟ زي ما حكينا قبل شوي إنه هذه المرحلة إنه مهمة جدا. ليش مهمة جدا؟ أول شيء I didn't start implement the system yet، يعني لسه ما عملتوش، وهذا هو الخلاصة اللي خلينا نحكي اللي هو الـ database view general view للـ requirement. عشان هيك يعني في flexibility، يعني عشان هيك ترجع لليوزرز ولازم ايش نقش معهم كل اللي هو الاشياء في conceptual design حتى تتأكد to make sure انك you didn't miss any requirement او any operation.
وما يكون في كونفليكت بينك وبين الكلاينت تبعك اللي بدك تعمله بالداتابيز، انه يحكي لك انه انت ما عملتليش الريليشن شيب هذه، او بيكوز افتر مابينج ات ويل بي ديفيكلت تو تشينج ذا سكيما. اذا تذكروا حكينا السكيما اللي هي ايش مالها، انفريكوانتلي تشينج، عشان هيك السكيما هي بتحدد الفيزيكال اوريدي، عشان هيك يعني افتر امبلمنتيشن ات ويل بي هارد ان نرجع ايش نغير في الـ في الـ في الـ في الكونسبتوال ديزاين، لانه it will cost us a lot of time and resources. اوكي، عشان هيك يعني هاي المرحله مهمه جدا. هذه عباره عن ايش، خلاصه الريكويرمنت اللي جمعها الانالايزر او التيم انا الاناليسيس تيم. وهنا ايش بنعمل، نبلش after this اللي هو نعمل mapping اللي هو create tables لكل entity type. فاذا تطلع هنا مين بحكي لي هاي ايش سميناها، مرت علينا هاي الرسمه قبل هيك، اللي هي السكيما. Yes, هذه السكيما. We are creating the schema. اللي هم إيش الريليشنز الموجودين، إيش الاتريبيوتس المكونين لكل واحدة، إيش مواصفات كل واحدة، النيم، السوشيال سيكيورتي نمبر، الامبلوي، واتيفر واتيفر واتيفر، وإيش هو مجموعة الريليشنز الموجودين عندنا، إيش الكيز تبعونهم. فور اكزامبل اللي تحت هذه، اللي تحت تبع الصورة عندكم، ولا اللي تحت خط هذه إيش بتكون، اللي هي بتكون كي لهذه الانتيتي. وفي عندي هذول الاسهم اللي جايين، هذول بشكل ريليشن شيب. طب كيف بدي اعرف ان الامبلوي از وركينج ان ذيس ديبارتمنت، ويتش امبلويز؟ طبعا هاي بعد شوي راح يكون في عندي ايش ريكورد، هون راح يصير عندي انستنس، لان هون في المرحله هذه الانستنس فاضي، يعني الامبتي ستيت للداتابيز، يعني لسه ما في ريكورد عندي في الداتابيز. بس بعد شوي وي ويل انسرت ريكوردز هير، ريكوردز هير، ريكوردز هير اند هير. عشان هيك هذول الاسهم هم بشكل ريليشن شيب. طب ايش هي الريليشن شيب؟ الريليشن شيب فور اكزامبل انه الامبلوي وركس ان ويتش ديبارتمنت، كيف بدك تعبر عن هذا؟ علاقه مرتبطه بينهم. يس، ايش العلاقه بين كل انتيتي تايب والثانيه؟ اوكي، فاذا هي من هاي الاسهم بتعبر عنها اللي هي ايش، فور اكزامبل انا بحط الديبارتمنت نمبر في الامبلوي، عشان ايش لما احط احمد واحط هنا 10 هو بيشتغل احمد في ايش في الديبارتمنت نمبر 10، فبروح على الديبارتمنت بلاقي نمبر 10 اللي هي فور اكزامبل الادمنستريشن ديبارتمنت، فبعرف ايش يعني ريليشن شيب بين احمد وبين ايش اي ديبارتمنت بيشتغل فيها. اند سو فان هاي المقصود فيه اللي هي الاسهم هذه اللي هي بنسميها اللي هي الريفرنشال او ريفرنسنج 1 اللي هي ريليشن شيب بتوين 1 اللي هي ريليشن اند اذر 1. اوكي، طبعا هذا اوتوماتيكلي مجرد ما تعمل كرييت لللوجيكال ديزاين للسكيما، طبعا الفيزيكال ديزاين ويل بي اوتوماتيكلي كرييتد. بس حقيقه هل احنا يعني هو باي ديفولت از مانجد باي الداتابيز مانجمنت سيستم، بس هل هذا يعني انه احنا مش مسموح لنا نشتغل اي شيء فيه؟ نو يعني فور اكزامبل انا يعني بعمل سيرش كثير، يعني الوت اوف سيرش على النيم، بامكانك فور اكزامبل هنا ايش تعمل عن طريق سبيشال، تعمل كرييت لاندكس على النيم. الاندكس اللي هو عباره عن داتا ستراكشر اسمه اللي هو الار 3 او البي 3، بحيث انك توصل للنيم فيري فاست، يعني اذا تعمل سيرش على نيم توصل له ايش فيري فاست. حقيقه تقدر تشتغل، بس مش يعني تشتغل في الفايلز والبايتس وهي الاشياء، ممكن تشتغل في الاكسس باث وفي الاندكسنج للي هم للديفرنت ريليشنز في الفيزيكال في الفيزيكال ديزاين. ومش دائما مش كل الديزاينرز بيشتغلوه، طبعا بيشتغلوا طبعا سبيسيفيك ديزاين، اند يو كان دو ذات، يعني هذا الحكي موجود في اللي هو البي ال اس كيو ال. طيب اذا هذه قصه الداتابيز، اند ذيس از هاو وي ميك اور داتابيز. اوكي، طيب وي ستوب هير، اي دونت وونت، يعني بدي اشرح نص هالف اوف ذا سبجكت اللي هو الانتيتي ريليشن شيب، يعني اي نيد فول كلاس عشان نشرح ايش اللي هو الانتيتي ريليشن شيب او الكونسبتشوال سكيما او الكونسبتشوال داتابيز ديزاين، كلهم هذول ايش اللي بنسميهم الانتيتي ريليشن شيب الاي ار. خلينا في المحاضره القادمه نشرح الانتيتي ريليشن شيب او الاي ار موديل اللي هو اللي راح يكون مكون من كل هاي الاشياء، ونتعرف عليهم واحده واحده، ونشوف كيف نطلع في اللي هو الاي ار دايجرام اللي هو راح يكون شكله في النهايه بهاي الطريقه. طبعا I think we will need more than one class to do that، بس خلينا ناجله ايش for our next class to start with. Okay، طيب we stop here. الله يعافيك. We stop here and next class we start
بالكونسبتوال ديزاين، يعني نعتبر انه الريكويرمنتس اوريدي موجوده عندنا، هي موجوده، جمعنا ريكويرمنتس باي الانالايزرز او السيستم اناليسيس تيم، راحوا جمعوا كل الريكويرمنتس and we will start from them building اللي هو الانتيتي ريليشنشيب او الاي ار اختصارا اي ار دياجرام او اي ار موديل او الكونسبتوال موديل. هذا طبعا راح يكون ايش التوبيك تبع محاضرتنا القادمه ان شاء الله تعالى. اوكي طيب we stop here and we continue next lecture ان شاء الله.